لتحضير كوسة محشي باللبن، بالأول عندي هون كيلو ونص من الكوسة، نظفتون ونقرتون صاروا جاهزين للحشي. كرمال الحشوة بدي كوب من الرز المصري المغسول مع 200 جرام من اللحم المفرومة، بنحط فوق ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة قرفة، وربع ملعقة صغيرة بهار أسود، مع ملعقة صغيرة من السمنة أو الزبدة بحرارة الغرفة، وفوقهم 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. هون جهزت معي الحشوة، بلشت أحشيهم. جربوا وصلوا الحشوة لكعب الكوسية من تحت، ومنحشي 3 ارباع ومنترك ربعة فاضي كرمال بس ينفش الرز ما يكسر الكوسة ويطلع منها. بس نحشيهم كلهم منحطهم بطنجرة بهيدا الشكل، وبكوب من المي مندوب ربع ملعقة صغيرة من الملح ومنحطها فوقهم، منحطهم على النار ومنسكر عليهم، منتركهم ليستوى تقريبا 3 ارباع استوى. وبطنجرة تانية رح نبلش نحضر اللبن، عندي كيلو من اللبن لحط فوقه كوب من المي مدوب فيهم ملعقتين كبار من النشا، منزيدها فوقهم ومنزيد كمان ملعقة صغيرة من الملح، ومنبلش نخلطهم بالمكنة على الكهرباء. وإذا بدكن على الإيد لازم تخلطوا بسرعة، هذا الشي ما بيخلي اللبن يمصل. ومنكمل تحريك ليسخن اللبن تنقدر نحط الكوسة بقلبه، إذا كانوا الكوسيات سخنين واللبن مسقع بيمصلوا. وإذا حسيتوا اللبن سميك فيكو تزدوله بهيدي المرحلة نص كباية أو كباية مي. هون صاروا عندي الكوسيات 3 ارباع استوى، زدتهم فوق اللبن وزدت فوقهم 5 حصوص ثوم مدوقين ناعم. شوفوا كيف بعده اللبن مش ماصل، بجنن. هلا رح سكر عليهم واتركهم يستووا على الاخر، اخذوا معي تقريبا نص ساعه، استووا عندي وصاروا جاهزين للتقديم. حطيتهم بصحن التقديم، وبحب انا رش النعناع يابس بهيدي المرحله بالاخر، ما بحب احطه بقلب الطنجره تما يغير لون اللبن. جربوها واعطوني رايكم فيها، وصحتين سلف.